السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا يعني شاهدنا وين غادي نردوا على وزير الشباب والرياضة لكل شيء يعني يديروا. ما نقول لكم شلقجع ولا نقول لكم مغرب ولا نقول لكم مؤامرة، انتم ما كذبتوا هاي كيما هكا. الله يجعل تنساو المغرب وتنساو اللقجع في الرياضة راني نهدر، لا نورمالمون تنساوهم وتلهاو لهنا تخدموا لنا لهنا منتخب وطني. بركاونا بالتصريحات الشعبوية تاع صحافي يقول لك انت هدرت مع المدرب تقول له هدرنا على رمضان، تقصروا علينا حنايا نحوسوا على الصح. قول ليش رمضان انايا درب معاه ولا ما تهدرش معاه كاع؟ هذه هي، ما تجوش تقول والحظ وحصلوا في الحظ وتحصلوا في الغاشي وانتوما خازنين. يعني تالمو انتوما ضعفاء في التسيير، يعني راكم دايرين رواحكم ضعاف حتى امام الناس، راكم دايرين رواحكم ضعاف حتى وين من تنهاجموا اي اخفاق دايرين رواحكم تولوا ضعاف، تولوا ذراري صغار، يولي عندكم عقليه تاع ذري صغير تاع محقور داولو حبه حلوه تاعه، تقولوا كيما راك نتوما. في احد التصريحات لوزير الشباب والرياضه يعني وين لوكاله انباء وين عبر فيها عن تاسفه لغياب المنتخب الجزائري لكره القدم. يا ودي كوب دي موند راه عاد راك باغي نهضروا لك على كوب دي موند، نهضروا لك كوب دي موند راه عاد لا يجيب كوب دي موند وحده اخرى. تاسف تاسف تاسف، نورمالمون نتوما كاع استقاله من الوزير كاع وزاره كاع المدرب الرئيس اتحاد، يا ودي ما يبقى تا واحد. حنا رانا ضيعنا وقت كبير، انا خسرنا وقت كبير وغادي نزيدو نخسرو وقت كبير. انا خسرنا وقت، خسرنا وقت من 29 مارس حتى اليوم رانا خاسرين وغادي نزيدو نخسرو، رانا نزيدو نخسرو في الوقت، انا نزيدو خاطر الناس هي تخدم الناس هي طير. حنا مازلنا ما طرناش، حنا مازلنا ما طرناش كاع. هذه هي وين حالي وين يتكلم يعني يعاود حاجه يعاود يولوا نتاسفوا. انت تتاسف، انت ما تعرفش تاسف اللي عندكم انت وما هو الحظ هذا، وانت عندك منتخب، هذا المشرف تاعك خلاه منتخب، تجي تقول لي منتخب ما خلاه والو. وين حاسبين في الوصول الى المونديال قطر قائلا ان كره القدم مبنيه على الحظ وعدم اليقين، وين تعليق على هذا التصريح؟ صحيح كل الشعب الجزائري تأسف كثيرا لغياب منتخبنا الوطني عن هذا الحدث الكروي العالمي، وخاصة من حيث التنظيم هذه النسخة المقامة التي أقيمت بقطر. مع كل احتراماتي لا أوافقك الرأي عندما تقول كرة القدم مبنية على الحظ وعدم اليقين، لأن في هذه الحالة أرجعت سبب عدم التأهل المنتخب الوطني إلى الحظ فقط، هو الذي خاننا ولم يحالفنا. لكني بصفتي كمواطن ولست مقيد بمبدأ التحفظ سأحاول حسب رأيي المتواضع إعطاء تحاليل في فني وذكر بعض الأسباب الحقيقية التي أدت لإقصاء المنتخب الوطني وتدهور المنتخب الوطني لهذا المستوى. نقولها لك ونعاودها لك، ما تجيش تقصر علينا انت مدرب، هذا نورمالمون هذا المدرب نهار اللي يخسر مع غينيا استوائيه يصفق عليه الحمام، جيبوا الحمام يصفق عليه. انا نقول لكم كاس زعاقه كاع نورمالمون كاع من كاس زعاقه يصروا علينا ولا رانا نشوفوا فيها مكان والو. حدكم غادي تجيبوا ثلاث حبات كوشاك، الشعب يبان له باللي رانا باين نخدموا، تبان لهم بلي نتوما باغي تخدموا. المناصر تبان له المناصر يعني المتفائل تبان له، بصح الاغبياء والمهيشرين يحوسوا كيفاش يكذبوا على الشعب بكل طرق، خاطر مديورين باش يكذبوا على الشعب. هذو في اليوتيوب هذو يعني انت احنا داخلين في حيط واحد يقول لك انا ملاح، انت يا إليميني تجي تصفق، انت راجل، انت إليميني تصفق، انت راجل إليميني طبل، انت راجل إليميني تروح تعمر استاد ارشيكوف المنتخب اقصاء نهار اللي جا نهار في سبتمبر لعبة جايين، تحسب بلي رانا في الكوب، تحسب بلي كملوا كوب دي موندهم جايين، تحسب بلي ما عندك عشتا كاين، نتوما رجالة نتوما،
خلوه في بلاصتهم. الله ما نهضر معاه. البارح لو البارح الصحافه كوتش انا معاك كوتش كوتش انا معاك. انت صحافي راك مهدر على روحك، هدر على روحك، هدر على العائله تاعك. انا ضد هذا المدرب، يعني كمدرب ماشي كشخص هكا مبني هكا ربي خالف، لا كمدرب راني ضده. مدرب ما كان والو هذا. واحد قال لي انت اش تقول؟ انا مواطن جزائري ومن حقي نهضر. خاطر انا ماني داي 280 الف 278 الف اورو، ماني نخلص 10 ملايين في النهار، بقاء تاعو هنايا 10 ملايين في النهار. شو بين ما يخلص 10 ملايين في النهار، ما هذه الدولة الجزائرية كيما راك تشوف فيها كيما راك، هاي في عمري 49 عام، أما لا بالك مشي داي من الخزينة تاع الدولة، مشي داي تا مليون. من الخزينة تاع الدولة مشي داي تا مليون. يا ودي مشي داي تا 500 ألف. من الخزينة تاع الدولة. أنا راك تشوف في شوبير. مشي من التوشي تا 500 ألف من عند الدولة، من عند الدولة مشي من التوشي تا 500 ألف. هذه باش تدخل لك مليح في راسك. بنادم يدي في الدراهم. قالوا له شنو تقول على كأس الشعر؟ قالوا له قالوا بعد يجي واحد يقول انت ما غادي انت شكون انت؟ لا مدرب انت، بيتولي انت يا العربي بالمهيدي ولا انت مدرب وصاييك انت بروطا ويما تروح العربي بالمهيدي مسكين ولا احمد زبانه صابقع كيما كان الوسائل لوطو تدي لوطو تجيب العشاء كلش قاعده في الفتيات ولا ما كاش كاع يسروا علينا هنايا لعب كرة قدم اونتري تاع مدرب مدرب وصاييك وراك تدي في الدراهم العربي بالميدي وما دست العربي بالميدي كو قاعد حي يقولوا له 6 مليار يخاف يقول لهم لا يخاف علاش تايا لا ولا الجميع لاحظ ان مستوى المنتخب الوطني يعني ككل كان في تراجع منذ مدة طويلة والدليل الصعوبة التي كنا نجدها أمام منتخبات إفريقية وآخرها نتائج كأس أمم إفريقيا بالكاميرون. ارتكبنا أخطاء فادحة في مقابلة الكاميرون بملعبنا ومنها غياب يعني التحضير النفسي وسببه الثقة الزائدة وكل كان يعتقد أن التأهل بسهولة بما فيهم الأنصار ومنهم من احتفل مسبقا بالتأهل وسببه نتيجة الفوز بالكاميرون عكس المنتخب الكاميروني الذي كان يخشى الانهزام آخر في الجزائر. ثالثا اختيارات الفنية الخاطئة دائما من هذا المدرب في اختيار لاعبين يعني الغير جاهزين والخطة الدفاعية الغير مناسبة والتي تحولت إلى يعني وين تخلي يقول لك أنا دخلت بخمسة زوج ثلاثة ولا يلعب ستة واحد ثلاثة والتي ساعدت في إضعاف منتخبنا. رابعا وحسب العارفي كان يكفي اللعب بخطة 4-5-1 وغلق جميع المساحات والمنافذ واللعب على المرتدات بالاعتماد على الكرات الطويلة. أننا لم نكن مجبرين على فتح اللعب عكس المنتخب الكاميروني، أما الحظ موجود في ضربات الجزاء وليس في مقابلة مصيرية يتم تحضيرها مسبقا من جميع الجوانب والتي ذكرناها سابقا، ولا مجال هنا للحظ أو يعني الخطأ أو الحظ. مع تحياتي للجميع ونقولها لك ونعاودها لك يا سي الوزير، وجد كابتك وعندك حاجة عزيزة عليك راهي في البيرو تاعك، شوف كي دير لها خويا ديها وروح. أنا نقولها لك، حنا مدرب هذا اللي راكم تشيتولو، هذا المدرب لازم لازم تفرضوا عليه قوانين تاعكم. هو راه عاطيكم مبدئيا مازال ما كان والو، مبدئيا ما كان والو، غير انتم راكم زايدين فيها هذا مكان. هذيك مدرب تاعي مدرب انتم يا يتحكم فيكم كيما يبغي، هذه خدمة هذه، هذه ماشي خدمة كاع هذه، هي تبهدلة هذه، هي تبهدلة. غادي يجيب لكم ثلاثة تاع جوانا، الناس تبالو بلي ربا يخدم كيما سبعة، وين راهم سبعة تاع جوان؟ وين راهم سبعة تاع جوان؟ ما كانش. العريبي راهم يعيبوا على يقول لك العريبي، أودي العريبي، واحد قال لهم الحق مع الكوتش ما يجيبش لعابة منا. يا ودي كان يدي منا من البارادو وانت تقول لي دا العريبي دا نوفل الخستاف دا يبركا ما تشكلو باغي تردو حاجه كبيره بالخوف. او ودي راكم حاسبين من مش انا عاقلي ولا كيفاه؟ ما هو يجيب غير من البارادو هو.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله معكم ديما بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتو.